السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، تم إتاحة طباعة ملف استمارة التقدم للامتحانات. طبعا ده الرابط هسيبه لحضرتك تحت في الديسكريبشن أو في الوصف. أعمل كوبي وأطلع فوق هنا باست وأعمل تسجيل. طبعا هنا الريجستير أو اللي هو التسجيل دخول على الاستمارة أيد. طبعا هنا ايه موجود متاح الاكواد طبعا بتاعت كان امتحان الصف الاول الثانوي، واللي هتبقى موجوده برضو للصف الثالث. هضغط على تسجيل الدخول. تمام كده هيقول لي دخل الايه البريد الالكتروني الموحد بتاعك. طبعا هاخده كوب بس لو انا ايه عنده هنا كده دخلنا البريد، هعمل ايه تسجيل الدخول. هنا طبعا بقى ظهر هنا قدامي ادي البريد الالكتروني، وهنا بيقول لي ايه انتر باسورد، دخل ايه الباسورد. هاخد الباسورد وارد كوبي باست واحطه هنا واعمل ايه ساين ان او تسجيل الدخول اهوت. طبعا اول ما هضغط على ساين ان لو ان ده اول مره اسجل هيظهر لي هنا رساله يقول لي انت عاوز تحفظ الباسورد لو الجهاز الشخصي بتاعك فهتعمل يس، لو الجهاز مش الشخصي فهتعمل ايه نو عشان مش هسجل عليه. هضغط على ساين ان. هنا طبعا بيقول لي نفضل يعمل تسجيل او تفضل موجود معانا يعني ستينج. طبعا لو انت عاوز ان انت تعمل هتقول يس، لو انت بدل ما تقعد كل مره تعمل تسجيل دخول من اول جديد. لو انت مش عاوز تعمل تسجيل ايه تسكين الدخول هعمل ايه نو. هنا طبعا ادي الاستماره فتحت معايا، ادي البيانات بتاعه الطالب، ادي هنا صوره الطالب لو انا عاوز اغيرها اشوف البيانات مظبوطه ولا لا. وهنكمل ندخل على ايه بقيه الاستماره. ادي هنا بقيه الاستماره. طبعا هنا هو ايه بيقول لي هنا ايه طباعة الاستمارة. تمام يبقى هنا كل البيانات بتاعتي تمام. هضغط على ايه طباعة الاستمارة، وهنا طبعا ادي الاستمارة اهيت. طبعا هنا مكتوب لي ايه ملف الاستمارة، هي مش استمارة واحدة ده انا عندي اكتر من ورقة. تمام كده اكتر من ايه من ملف او استمارة، فيها التحقق من الشخصية والاستمارة بتاعة الجلوس، وفي اخر ورقة ايه اقرار على ولي الامر او اقرار للطالب. ادي هنا الايه الاستماره الاولى. طبعا بتشوف البيانات، هي البيانات متاخده من البيانات اللي قبل كده اللي متسجله. تمام كده هنبدا ننزل لايه لاخر، او ان انا اضغط هنا مباشره لو انا عاوز ايه على السريع اضغط على ايه اطباع الاستماره ديت او دي واحد مفيش مشكله. هننزل للاخر كده نشوف الاخر اللي طبعا في التحقق من الشخصيه وفي اقرار الطالب والكلام ده كله. هنا طبعا الاقرار هيتوقع من ولي الامر والطالب وهيروح المدرسه عشان ايه ينختم والكلام ده كله. طيب دي كل اللي هي الورق ده كله لازم ينطبق وينطبع الوان. هضغط على اطباع الاستماره، وخلي بالك عشان هيحصل فيه مشاكل في طباعه الاستماره وان شاء الله هنحلها معاكم باسهل الطرق. نضغط على اطباع وكده احنا واقفين في طباعه الاستماره. طبعا خد بال حضرتك من حاجه، اول حاجه ان انا هاجي هنا الايه الطباع اسم الطباع. لو انت متوصل الجهاز بالطباع هتختار الطباع مباشره. بعد ما هنا طبعا لو الجهاز متوصل بالطابعة فهنختار مباشرة الطابعة بتاعتي. وهنا عدد النسخ، انت عاوز كم نسخة من الورقة، بورتريه ولا لاندسكيب، عاوزها بالطول ولا بالعرض، هسيبها بورتريه زي ما هي. انت عاوز تطبع ايه فبقول له ايه كل الايه الاول اللي هو كل الايه الورق. وطبعا اهم حاجة ان هو الكلر هيبقى ايه كلر، يعني اختار ان هي تنطبع بالالوان مش باك اند وايت او مش ابيض واسود يعني. تمام كده. طيب ديت لو الطباعه متواصله عندك بالجهاز. طب افرض حضرتك ما عندكش طباعه وهتطلع تطبعها بره، مفيش مشكله هتعمله هتحمله ملف بي دي اف. هفتح من هنا رقم واحد من اسم الطباعه واختار مايكروسوفت بينت تو بي دي اف. تمام كده هنضغط عليها، هي نفس المعالجه مفيش اي مشكله. طبعا هنا اول بقى البورتريه زي ما هي اول. هتيجي تقول لي طب الكلر، لا ما هو البي دي اف بياخد نفس اللون مفيش اي مشكله. وبعدين هضغط على المور سيتنج، وخلي بال حضرتك معايا من الاخطاء اللي هتحصل والمشكله اللي هتحصل دلوقتي. البيبر سايز اللي هو حجم الورق، طبعا احنا في الاغلب بنطبع على ايه اي 4 عادي مش مشكله زي ما هو عايز. طيب هنا لو خدت بال حضرتك هتلاقي الاقرار اللي هي الصوره اللي انا جايبها قصادي ديت في كلام مش باين. هل معنى كده ان لما ادي له امر برنت هيظهر الكلام بعد كده؟ لا، ديت معاينه عند الطباعه وبالتالي هينطبع بشكل ده. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لي هنيجي من الامر سكيل ده. تمام كده من سكيل او المقياس هنا. طب هو مختار الامر ايه الفت. طيب لا ده مش هينفع معايا، انا هختار سكيل. علم حضرتك في الامر سكيل هنا. تمام كده هي ديت اللي هتحل لي المشكله بتاعه الطباعه دي كلها.
واجي هنا من هنا ابدا اضغط لتحت عشان ابدا ان انا اجلل الايه المقياس بتاع الاسكال لعند ما تظهر كل الايه المحتوى بتاع الاقرار، وطبعا بقيه الاستمارات من فوق هبدا اضغط واجلل الاستماره واشوف الحجم بتاعها هيوصل. لو بصيت كده حضرتك هتلاقي ادي الاقرار كله ظاهر معايا اهوت، وثلاثه من ثلاثه بدل ما كان مديني 6 ورقات الاول لا عدد 3 ورقات. طبعا بعد كده هنا بيقول لي الايه البيج برشيت عاوز يطبع كام ورقه في الورقه بتاعتك، يطبع كام ورقه في الورقه، بقول له ورقه واحده. المرجن هنا اللي هي الهوامش ممكن نسيبها ديفولت عادي مفيش مشكله، عاوز تختار نان مفيش هوامش مفيش مشكله خلاص لان احنا ظبطنا من الاسكال او من المقياس. وهنا بقول له بعلم هنا في الاوبشن بقول له برنت الهيدر اند فوتر الراس والتسجيل بتاع الصفحه عشان البيانات بتاعت الوزاره يعني، والايه برنت باك جراوند عشان نطبع الايه الخلفيه. طبعا انا مختارها بي دي اف، هضغط على الامر ايه برنت عشان احفظ الملف عندي. هنا كده ادي بيقول لي اهوت الملف بي دي اف اهوت السيف تايب بي دي اف. هنا الفايل نيم اسمه ايه، بسمي الملف على حسب الايه الاسم اللي حضرتك عاوزه او الحاجه اللي انت عاوزها يعني مفيش مشكله. طباعه تمام، وبعمل ايه امر سيف وبطلع اشوف من بره ايه اللي حصل. ادي سيادتك الايه ادي الملف اهوت 3 طباعة 3 ورقات من 3 ورقات، وادي ايه الملف اهوت. ولو في صور بقى وكامنت الصوره اللي فوق وكده عشان الالوان هتطلع بالالوان بتاعتها مفيش اي مشكله. شكرا لحضراتكم، كان معكم الاستاذ امين عبد الحسيب الضريبي. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب واشتراك معنا في القناه وفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ونلقاكم في حلقات قادمه.